اقرا شفاعه يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبة؟ ده راجل من كبار تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. زوز امر فندينك، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا، يلا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حاضر. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين يردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. والله يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه.